Şey yok. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abonelik eklemeyi unutmayın. Bu güzel kardeşinize desteklerinizi vermenizi sizlerden rica ediyorum sevgili canlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Amin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Kur'an-ı Kerim'in 39. suresi Zümer suresi sevgili dostlar. Mekke'de inmiştir. 75 ayettir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenzilül kitabi minallahil azizil hakim. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki fe'budillâhe muhlisen lehu'd-din. Ela lillahi d-dinul halis vellezine d-dahedu min dunihi evliya ma nevduduhum illa liyugarribuna ilallahi zülfâ. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. لَوْ وَرَدَ اللَّهُ عَنْ يَدْزَيْزَ وَلَدًا لَسْتَفَى مِمَّا يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل والسهر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى هو العزيز الغفار. خلقكم نبذ واحدات ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم ملكاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو
فَأَنَّى تُصْرَفُونَ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْدَهُ لَكُمْ بَلَا تَعْزِرُوا وَزِرَةٌ وِزْرَةٌ أُخْرَاهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ أَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار من هو قانت عناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الهاجرين الذين هاجروا أنفسهم و أهلهم يوم القيامة إلى ذلك هو العذران المبين لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلال ذلال ذلك يعذب الله به يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار
لكن الذين اتقوا ربهم لهم قرب من فوقها قرب منيات تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إلا في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل لله قاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تبشير منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم فقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء فمن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس بهذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا به شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس بجهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لو ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده فيوفونك بالذين من دونه ومن يدلل الله فما له منها
yehdillahu ve ma lehu min mudil. Eleyse Allahu bi azizin zindigam. Ve le'in zeldahum men alagaz zemevadi vel arda le'yemmulun Allah. Kul efera'ydum adedure min dunillah. İlla radeni Allahu bidurrin hel hunne kâşifatu durri. Hiye ve radeni bi rahmetin ennunne mumzikatu rahmeti. Kul hasbiyallah aleyhi yetevekkelul mütevekkilun. قُلْ يَا قَوْمِ مَالُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ مِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik eklemeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üstüne olsun. Allah-u Teala hepimizden razı olsun.